أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف امامه ثم مات قبل ان يقوم صاحب هذا الامر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. وقال بعض اصحابه بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه واله. المقطع الاول من هذا الحديث الشريف ذكرناه في الحلقة الماضية في توضيح الحديث الأول الآية الشريفة تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدعو أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يعتقدون به. فإن كان إمام عدل تبعوه إلى الجنة، وإن كان إمام ضلالة تبعوه إلى النار. وفي أحاديث متواترة أن الذين عاصروا أمير المؤمنين عليًا عليه الصلاة والسلام، واتبعوه، هؤلاء ينادى فيهم، فيتبعون أمير المؤمنين عليًا عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. والذين عاصروا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، ينادى بهم فيتبعونه إلى الجنة، وهكذا الذين عاصروا الامام الحسين الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني نحن ان اتبعنا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بان كانت عقيدتنا سليمه وكان وكانت اعمالنا صحيحه في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يحضر الامام المهدي وينادي الذين عاشوا في زمن الغيبه واتبعوه في الدنيا فيتبعونه في الاخره الى الجنه ولكن اذا واحد اتبع امام ضلال يدعون ذلك الامام فيتبعونه الى النار الله سبحانه وتعالى في القران يقول حول فرعون وال فرعون الذين اتبعوا فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار يعني فرعون ياتي الله سبحانه وتعالى يجعله في مقدمه الذين اتبعوه فيساق فرعون الى النار وهؤلاء يساقون معه الى النار يقدم قومه يعني يكون في مقدمتهم يوم القيامه فاوردهم النار كما انه في الدنيا اظلهم كذلك في الاخره يوردهم الى النار الامام عليه الصلاه والسلام الامام الصادق حينما ساله الفضيل ابن يسار عن هذه الايه الامام يقول انه انت لازم تعرف امامك والمعرفة والمعرفة حسب اصطلاح الروايات هي الاعتقاد والعمل وليس مجرد العلم العلم المجرد قد يكون الكافر والمنافق أيضا يعلم لكنه لا يعقد قلبه ولا يتبع عندهم عقول شافوا آية موسى العصا التي تتحول الى ثعبان، واليد البيضاء، والايات الاخرى في تسع ايات، شاهدوا تلك الايات، ولهم عقول، عرفوا ان هذه ايات، لذا موسى يقول لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، الله هو الذي انزلها. وانت تعلم يا فرعون. لكن فرعون لم يكن يعقل، يعني شنو لم يكن يعقل؟ مو انه ما له عقل، ما كان يستعمل عقله. اذا ما عنده عقل مجنون <applause> هذا ليس مكلفا. لكن لا يعقل لانه لا يستعمل عقله. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من ال الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، عند عقل لكن لا يستعمله. ولهم اعين لا يبصرون بها، ينظر لكن لا يعتبر. ولهم اذان لا يسمعون بها. عند اذن والكلام يقرع اذنه ويفهم المعنى. ولكن لا يرتب أثراً كأنه لم يسمع أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالإمام يقول أنت عليك أن تعرف إمامك إذا كانت معرفة يعني علم معرفة واتباع معاً فإذا أمر أهل البيت الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، ووعدهم الرسول صلى الله عليه واله في الأحاديث المتواترة التي قالها في شأن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. هذا الوعد إذا تحقق في زمانك فأنت الرابح، وإذا أنت مت قبل تنجيز ذلك الوعد وتنفيذه فأيضا أنت الرابح، لا يضرك تقدم هذا الامر او تاخر بعد ذلك الامام يسلي من لم يدرك الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقول اذا واحد مات وهو منتظر للامام المهدي هذا ثوابك ثواب كثواب اصحاب الامام المهدي ومن عرف امامه ثم مات قبل ان يقوم صاحب هذا الامر. كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره. يعني كان بمنزلة جندي من جنوده. ليش؟ لان هذا الانسان هو متهيئ. اذا الامام المهدي يظهر في زمانه كان من انصاره. زين أن هو ليش ما صار من انصار الامام المهدي؟ لانه مات قبل ظهوره. هذا امر لم يكن بيده الله سبحانه وتعالى خلقه في زمن الغيبه والله سبحانه وتعالى قبض روحه قبل ظهور الامام المهدي هذا ما عنده تقصير في عدم نصرته الامام المهدي لو كان حيا في ذلك الزمان يعني في زمان الظهور لكان ينصر فهذا نيه صافيه عقيدة سليمة عمل سليم وهو متهيئ بأداء الواجبات وترك المحرمات وتهذيب النفس فالله تفضلا منه يعطيه ثواب من كان جنديا من جنود الإمام المهدي بعدين الإمام عليه الصلاة والسلام يترقى لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه اللي يكون تحت اللواء هم الخواص لانه في العسكر مراتب اكو جندي في الصف المقدم واكو قائد في القلب في الخطوط الخلفيه وهذا القائد معه خواص يديرون المعركه ذولا عسكريا هم اهم من الجندي الجندي يضحي بنفسه لكن القائد والذين حوله يديرون المعركه. فدورهم اهم. وثوابهم اكثر. الامام يقول الذي عرف امامه هذا بمنزله من قعد تحت لوائه، يعني لواء الامام المهدي. وقال بعض أصحابه هنا الكليني أو بعض الرواة لهذا الحديث الشريف يقولون قال بعض أصحاب الإمام الصادق هذا الحديث يسمى موقوفا يعني مو منسوب إلى معصوم لكن إذا بعض أصحاب الإمام قال شيئا فأغلب الظن أنه أخذه من الإمام لأن الكلام اللي لا يذكره من الأمور الغيبية الثواب بأي مقدار هذا أمر غيبي فإذا واحد إنسان مؤمن من أصحاب الأئمة ذكر أمرا غيبيا فأغلب الظن أنه أخذه من الإمام، وقال بعض أصحابه بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه واله، لأن الذين استشهدوا مع رسول الله لهم ثواب عظيم وهو ثواب السبق والتأسيس لذا الله سبحانه وتعالى في القران يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون يعني شنو يعني السابق الى الايمان مو السابق الى النفاق يعني الايه لا تشمل مثل عبد الله ابن ابي ابي المنافق وهو كان من الذين اسلموا في بدايه الامر يعني حينما أسلمت الأنصار هو أسلم معهم في الظاهر لكن الآية لا تشمله لماذا؟ لأن المقصود بالسبق السبق إلى الإيمان وليس السبق إلى النطق بالشهادتين نفاقا والسابقون الأولون من المهاجرين والإنصار هذه من تبعيضية لأن بعض المهاجرين ارتدوا مثل عبيد الله ابن جحش عبيد الله ابن جاحش شقيق زينب بنت جاحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا عبيد الله ابن جاحش كان زوج أم حبيبة التي تزوجها رسول الله بعد ذلك هذا أسلم في مكة وحينما هاجر المسلمون الى الحبشه الهجره الاولى جعفر بن ابي طالب ومن معه كان عبيد الله ابن جحش معهم من المهاجرين هاجر الى الحبشه هناك شاف الكنائس وما لها من مظاهر ظاهريه فارتد عن الاسلام وتنصر ومات نصرانيا باجماع المسلمين. يعني الشيعه رووا هذا وغير الشيعه ايضا رووا هذا واجمعوا عليه. وليس فقط مات نصرانيا بل كان ياتي الى المسلمين ويريد ان يغويهم عن الاسلام الى النصرانيه. زين هل الايه تشمل هذا الشخص المرتد؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار كلا لانه ارتد. هل الايه تشمل مثل عبيد الله بن ابي؟ كلا لانه كان منافقا وقد شهد الله سبحانه وتعالى في القران بنفاقه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. على كل حال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السبق له خصوصيه. لان التاسيس ايضا بسببهم كان الذي مات عارفا امامه. بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه واله. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق جعلت فداك، متى الفرج؟ فقال يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره ابو بصير يبدو من بعض الاحاديث كان يكثر من هذا الامر من السؤال اش وقت الفرج يكون اش وقت الفرج يكون المنتظرون للفرج قسمان قسم يريد الفرج لاحقاق الحق ورفع الظلم ونشر العدل وجعل كلمة الله هي العليا يعني نقول لأنه أنت ليش تريد الإمام المهدي يظهر؟ ليش؟ شنو السبب؟ يقول حق أهل البيت أضيع أريد حقهم يوصل إلهم أريد الدنيا تم تمتلئ بالعادل وهي الان قد ملئت ظلما وجورا، كل مكان تشوف اكو ظلم جور. في اي مكان من العالم. اريد الامام المهدي يظهر حتى الدنيا تمتلئ عدلا. هذا قسم من الناس. قسم من الناس لا يريد الامام المهدي تظهر حتى يتمتع بدنياه. حتى يرتاح يقول هل قد مشاكل أكو إحنا ما عرفنا شيء من عمرنا كل قضيناها مشاكل حروب وتفجيرات ومشاكل وكذا تعبنا نريد نرتاح هذا كلامه يريد الإمام المهدي للدنيا زين إذا تريد للدنيا هشك الإنسان إذا الدنيا صارت غير مكان يروح إلى ذاك المكان لأنه هو ما يريد الإمام المهدي يريد راحة نفسه يريد يستريح هو واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أظن المعلى ابن خنيس قالك ما معناه متى أمركم حتى نعيش حتى تعيشون ونعيش معكم أنتم أمراء إحنا وزراء ونعيش وياكم هالشكل التفكير نتونس بالدنيا نرتاح الامام عليه الصلاه والسلام في حديث يقول عن اصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف رهبان بالليل اسد بالنهار لا تتصور انه زمان الامام المهدي زمان الكسل والتنبليه وكذا لا لأنه إذا الحاكم عادل ومعصوم والظلم معدوم والعدل منتشر والنظام صحيح حينذاك تتفتق القابليات ويكثر العمل والكد للتطور والتقدم مع توجه الناس إلى العبادات والطاعات فلا مكان للكسل والخمول. يعني أنت مثلا الآن كمثال نذكر دولة متطورة ماديا فيها رفاه مثلا اليابان هناك الناس مرتاحين ايه مرتاحين احسن رواتب عندهم احسن عيشة احسن نظام ظاهري يعني في الدنيا مادي الناس هناك تنبلية لا الناس دق يشتغلون ماكو مكان للكسل لذلك جاءهم الرفاه اما انت تريد رفاه، انا اريد رفاه مع كسل هذا ما يصير الا بالظلم الا بالجور، واحد يستولي على اموال الناس ويترفه بها مثلا زمن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زمن العدل زمن تطبيق ايات القران كامله وقل اعملوا اكو عمل تشتغل وتعبد الله سبحانه وتعالى وتتمتع بخيرات الارض والسماء. الامام عادل الناس مؤمنون وكل انسان يكد ويعمل ويترفه. فأبو ابو بصير كرر هذا الكلام مش وقت يكون امركم؟ كانه كان يدور الراحه. جعلت فداك متى الفرج؟ الامام قال يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا ممن يريد الدنيا أنت هم منهم هو كان من خواص أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام طبعا كان أعمى لذا لقب بأبي بصير أنت ممن يريد الدنيا تريد الراحة فقط ثم يقول له: من عرف هذا الامر فقد فرج الله عنه لانتظاره. اذا انت منتظر فالله قد فرج عنك، ليش؟ انتظار الفرج بنفسه فرج لجهات. اولا المنتظر من اهل الايمان فيكون من اهل الجنة وهذا هو الفرج له. شنو احسن من ان يكون الانسان من اهل الجنه؟ ثانيا لا يصدق الانتظار الا مع التهيؤ واحد لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يخمس، لا يحج، لا يطيع الله سبحانه وتعالى ويعمل بالمنكرات، هذا مو منتظر يقول انا منتظر الامام المهدي. شنو شنو بقيت لانتظارك انت الانتظار هو مع التهيؤ اذا انت عندك ضيف ماذا تصنع اذا واحد عنده ضيف وقاعد ببيته لا عد الطعام ولا هيئ المكان ولا اشترى الحاجات اللي يحتاج لها فيه ضيافه الضيف وقاعد نسالها قاعد يقول انا انتظر ضيفي نقول له انك كاذب هذا مو انتظار للضيف اذا انت منتظر للضيف لازم تهيئ وسائل الضيافه تروح للسوق تشتري ما يحتاجه تضيف هذا الضيف تهيئ المكان تهيئ الطعام تهيئ الدار كل شيء سويته وحان وقت مجيء الضيف تقول انا منتظره هذا الانتظار الصحيح. الانسان اذا ينتظر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لازم يكون مهيئ له، يعني شنو يكون مهيئ له؟ ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد يهيئ نفسه بالايمان بالعمل الصالح بترك المحرمات بتهذيب النفس وتنمية النفس حتى إذا الإمام ظهر يكون من أعوانه إذا الإنسان هيأ نفسه يعني أطاع الله كاملة بفعل الواجبات وترك المحرمات وتهذيب النفس هو هذا نفسه فرج إله لان طاعه الله سبحانه وتعالى فرج للانسان في الدنيا قبل الاخره وثواب الاخره انت شنو تريد من الفرج تريد كسب رضا الله سبحانه وتعالى فاذا هيات نفسك بالطاعه وترك المعصيه فقد اكتسبت رضا الله سبحانه وتعالى هذا فرج لك وإذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ظهر في زمانك فنور على نور. وثالثا الأمر النفسي المنتظر للفرج هذا نفسيا مرتاح خصوصا حين هجوم المشاكل والأزمات هذا الأمل بالله سبحانه وتعالى بأن يفرج عن المؤمنين بظهور الإمام هذا الأمل هو فرج نفسي للإنسان، حل جملة من المشاكل النفسية، من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه، يعني الله سبحانه وتعالى فرج عنه لانتظاره لأن الفرج درجات، وإذا واحد مثلا مريض معتقل أطلقوا سراحه من السجن وهو مريض هاي درجة من الفرج إذا الله سبحانه وتعالى بعد إطلاق سراحه شفاه من المرض هذه درجة أعلى من الفرج له وإذا الله سبحانه وتعالى أظهر الإمام المهدي في زمانه فهذه درجة أعلى الفرج درجات يعني مو فقط الفرج درجات، كل كمال درجات، كل فضيلة درجات، تشوف واحد مؤمن، واحد أكثر إيمانًا، واحد واصل إلى قمة الإيمان، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما يقينا. شوف الناس كثير منهم في تردد في شك إيمان ضعيف إلى لحظة الموت في لحظة الموت الله سبحانه وتعالى يرفع الحجب عنه يكشف الغطاء عنه يشوف الآخرة يشوف ملك الموت يشوف الثواب يشوف العذاب يشوف الرسول صلى الله عليه وآله هناك المنكر الجاحد الشاك يتيقن في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بإلقاء الكفار في جهنم ماذا يقول لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هذا هم سحر هناك بعد ما يقدر يقول هذا السحر الله سبحانه وتعالى حول الميت في لحظة الاحتضار يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني قوي حاد لتشوف الاخره هناك بعد ما كن مجال للشك الانسان ضعيف الايمان حينما يكشف عنه غطاؤه يقين يزداد المنكر يتيقن امير المؤمنين يقول يقيني في القمه بحيث لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا لأنه خلص في القمة الإيمان درجات قمة الإيمان الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ماكو درجة فوق تلك الدرجة انتظار الفرج والفرج أيضا درجات قمة الفرج أن يظهر الإمام المهدي وأنت مؤمن من أنصاره وأصحابه هذا قمة الفرج لأنه فرج في الدنيا وثواب في الآخرة ودرجات أخرى الإمام المهدي لم يظهر في زمانه وهذا مات في زمن الغيبة لكنه مؤمن عامل بالصالحات قد فرج الله عنه مشاكله النفسيه. الله سبحانه وتعالى رزقه الايمان ومن ثم الجنه. هذا ايضا فرج. هذه في درجه اخرى وهكذا درجات. من عرف هذا الامر فقد فرج الله عنه لانتظاره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المنتظرين الواقعيين، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين